مجلس وزراء ما كثير درس الموضوع. فات احد على احد الاعضاء يعني فات قال لهم هكذا يريد المتنيون. تزوير إرادة الناس لخدمة مصالح فردية ضيقة وتحريف الحقائق لتمرير سمسارات وصفقات مشبوهة أصبح أكثر ما يبرع فيه بعض المسؤولين، ولعل هذا ما حدث بالضبط مع قضية جسر جل الديب اللي علق العمل فيه من العام 2011 وتعلق معه مصير ساحل المتن على خشبة العذاب والمعاناة. فمن بعد ما كانت كل القرارات عم تأكد على إقامة الجسر الجديد مكان الجسر القديم عن تقاطع جل الديب، تفاجأ المتنيين بصدور قرار مشبوه من مجلس الوزراء بنص على إنشاء جسرين منفصلين على شكل U على أطراف جل الديب بيبعدوا أقل من دقيقة عن جسر U ستيمول وأنتلياس، مخالفين أبسط المقاييس العالمية ومزورين إرادة الناس ومصلحة أبناء جل الديب. أولا رفضا من لجنة أشغال النيابية مجلس النواب لأنه اعتبروا أنه هتنانيوا بجغرافيتهم الحاضرة ما يعني بيحترموا أو بيلتزموا بالمعايير الفنية الدولية، واحد، واثنين بيكلفوا الخزينة مع استملاكاتهم أنه استملاكاتهم غير جاهزة بعد 75 مليون دولار، وأيضا يتسببان هتنانيوا بجغرافيتهم الراهنة الحالية بأضرار جسيمة تضرب اقتصاد المنطقة وتضرب الاستثمارات التي تبلغ مئات ملايين الدولارات بهالمنطقة هيدي، خصوصا منطقة جل الديب. إذا ولا البد من مدخل ومخرج فلنعود إلى 2L، فلنعود إلى 2L يلي ما بيكلفوا الدولة أكثر من 12 مليون دولار إيه على الساحة. وعدوني ونطروني وقالوني بيلاقوني جابوني من صيدة لجوني والسيارة مجنوني وأنا مثل المجنون ونسيوني يا عيوني يا عيوني. قرار الاثنين قيل منفصلين لقى اعتراض كبير من قبل المواطنين، فهو بالإضافة لأنه بيكلف الدولة أكثر من 80 مليون دولار غير متوفرين بيطلب مدة زمنية طويلة لإنجاز الاستملاكات، كما أنه هالقرار المشؤوم رح يرتب أكلاف اقتصادية كبيرة على مئات المؤسسات ويغير من طبيعة المنطقة الاقتصادية والاجتماعية. من هالناحية نحن أمنع اعتراضنا كملاك ومتضررين وأصحاب مؤسسات وشركات وغير مباني خاصة أنه هالمنطقة بتسكروها بتقفلوا المنطقة كلها سوا. بس تسكر المنطقة هون بجسر طوله 500 متر كل المباني هون بتنزل أسعارها، المحلات بتنزل أسعارها، بيصير المتر بدل 10,000 بيصير 2000 دولار وبيصير في تهجير للمؤسسات كلها. يعني عندك هون ما يقارب نص مليون نسمة بيعيشوا من مؤسسات، عندك 300-400 مؤسسة. المستقبل إذا قدروا يعملوا الجسر مع الطريق الفاصل اللي هو الحيط اللي بيوصلنا على الأوتوستراد، كل الشركات الأغلبية بتصور وأنا واحد منهم كلنا بدنا نفل من المنطقة وفتش على غير منطقة اقتصادية تجارية أهم من هالمنطقة، لأنه هن بيرجعوا بيعلقوا بهالمشكلة اللي وقعوا حالهم فيها. أخرنا حتى وصلنا عجوب وعالسهرة لعنده كانوا سبقوني لما سألنا عنه قالوا تجوز عيوني وينك يا صيدا منك يا جوني. بالإضافة إلى خطورة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فإنه من شأن إنجاز الجسرين المنفصلين بعيدا عن مدخل جل الديب التسبب بزحمة سير وخنق المنطقة بأكملها. المتن الشمالي هو قلب لبنان، اللي بيخنق هالقلب بيخنق كل لبنان، فأنا اعتبرت القيو نفس الشيء كمان رح يخنق متن شمالي كله مش بس جل الديب. اللي شفته انه اثنين قيو رح يسكر على منطقة جل الديب كلها سوا. هالقيو هيدا جسر القيو مدرح ما هو هلأ معمول بطريقة انه يسكر جل الديب من اولها لاخرها. جل الديب طوله على البحر 870 متر، جسر القيو بمخططاته بيلحص فواصل يعني تسكير من البلدة الى الاوتوستراد بطول 760 متر، بضل في عنا بس 80 متر منفذ على الاوتوستراد. هيدا الضرر الحقيقي. باجماع المتنيين فانه الحل الوحيد المقبول هو انشاء الجسر مكان الجسر القديم، وذلك منعا لهدر المال العام وتضييع الوقت وحفاظا على حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية. فهل يسمع المسؤولين؟
الحياه.